في حصتنا من سحر وتهليج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العفو عمو يزيد مساء الخير يا أطفال. وش راكم يا أطفال؟ إذا مرحبا بكم اليوم. راني نشوف باللي كاين ألوان جميلة. مرحبا بكم. من بعد تحكوا لي على هذه الألوان وهذا الزي التقليدي اللي راكم لابسينه كامل جميل هذا يا أخي. يا أطفال على بالكم باللي في هذه الفترة هذه كاين يوم مهم. على بالكم في كل حصة نحاول نطرقوا إلى أيام دولية وعالمية مفيدة باش بالمرات نستعطفوا نتعاطف بالمرات اللي نتعاطف مع فئة ما وبالمرات حتى نعمل حوصلة في حياتنا. هذه المرة هذه نحتفلوا ونتوقفوا هذه المرة عند اليوم العالمي لمرضى السرطان. إذن على بالكم يا أطفال باللي مرض السرطان مرض خبيث مرض خبيث ولكن احنا لما نتوقفوا ونتكلموا عليه حتى نساهموا في التحسيس حتى إن شاء الله يسيبوا له دواء. على بالكم بلي مرض السرطان في 10 سنوات يعني بين 2005 و 2015 قتل ما يقارب 84 مليون شخص يعني عدد كبير كبير كبير. إذن توقفوا عند هذا اليوم هذا حتى نقولوا ربي يشافيهم إن شاء الله وإن شاء الله يسيبوا له دواء وحتى نساهموا احنا تاني بقدر المستطاع في هذه الأبحاث هذه. كاين شيء آخر قبل ما نروحوا للفقرة الموالية. دائما كاين لغز اليوم، تحبوا الألغاز؟ على بالي، وخاصة أنه كاين هدية جميلة. لغز اليوم يقول: ما هو الشيء الذي يحترق ليقيد غيره؟ نعاود لي أنتم كذلك الأطفال اللي راكم تشاهدوا فينا عبر شاشة التلفزيون، بإمكانكم المشاركة في الإجابة على اللغز بالطريقة التالية. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. إذن اللغز يقول: ما هو الشيء الذي يحرق نفسه ليقيد غيره؟ على بالي بتعرفوا. استناوا إلى غاية نهاية الحصة باش الأطفال تاني اللي راهم يشاهدوا فينا يقدروا يشاركوا معنا. يا أطفال شكون يقول لي واش هما الحيوانات المفضلة اللي تحبوها؟ واش هو الحيوان الذي أحبه؟ الأرنب. الأرنب. وانتي؟ أحب القط. القط. الحيوان المفضل عندي هو الأسد. الأسد. واو. لا لازم تقولي لبابا يفتح لك. واش يفتح لك بارك زولوجيك حديقة حيوانات باش يكون عندك أسد. على بالكم بلي الأسد هو حقيقة موش حيوان أليف ولكن كاين الناس اللي يدرسوا الأسود. وانت؟ الحيوان الذي أحبه هو النمر. يا سيدي. الأسد والنمر. زيد. وانت؟ الحيوان الذي أحبه هو الفهد. ياو. قاعد. استنى ونعاود السؤال. ما زرافة. يا ليلي. لا حاجة أخرى. ما هو الحيوان الأليف اللي تحبه؟ استنى قولي لي. الحيوان الذي أحبه؟ الذي أحبه هو الأرنب. الأرنب؟ الحيوان الذي أحبه هو الأرنب. الأرنب تاني. وأنت يا؟ الحيوان المفضل عندي هو الأرنب. قاعد تحبوا الأرنب. وأنت؟ الحيوان الذي أحبه هو الأرنب. سنة كامل تحبوا الأرنب. وأنت بنتي؟ وش تحبي؟ القط. وانت؟ انا الحيوان الذي مفضل لدي هو الببغاء. الببغاء. وانت؟ الفهد.
هذا؟ الحيوان المفضل لي هو الطاووس. الطاووس؟ واش هما هادو البغبغاء والطاووس واش هما؟ الحيوان المفضل عندي هو العصفور. العصفور، خلاص هذا هو الجواب اللي كنت نحوس عليه. علاش؟ لانه عمو يزيد دار اغنيه عن العصفور تقول كان عندي عصفور سميته برهان. يا اخي يلا نغنوها مع بعض، اغنيه العصفور. كان عندي عصفور سميته برهان، بالغصن المكسور عايش وفرحان. كان عندي عصفور سميته برهان، بالغصن المكسور عايش وفرحان. يغرق في الصباح يغرق في المساء، وبصوته أتى في أعلى السماء. يغرق في الصباح يغرق في المساء، وبصوته أرتاح في أعلى السماء. وسود عيناه ساكن فؤادي حب وغلا. كان عندي عصفور سميته برهان، بالغصن المكسور عايش وفرحان. وأنا في البستان مرة في الصباح، وجدت عطشان مكسور الجناح. وأنا في البستان مرة في الصباح، وجدت عطشان مكسور الجناح. كان عندي عصفور سميته برهان، بالغصن المكسور عايش وفرحان. داويت لكن من بعد مطار، في الوكر ساكن ليلا ونهار. داويت لكن من بعد مطار، في الوكر ساكن ليلا ونهار. كان عندي عصفور سميته برهان، بالغصن المكسور عايش وفرحان. اسمع تغريد عصفوري برهان خلاني وحيد. كان عندي عصفور بالغصن المكسور، كان عندي عصفور بالغصن المكسور.
برافو برافو يا أطفال. وش رأيكم اليوم كلفنا إكرام باش يديرنا بحث عن شخصية مهمة في ثورة التحرير الجزائرية؟ إذن كلفناها باش يديرنا بحث عن سويداني بوجمعة. إذن تحية الإكرام وشخصية سويداني بوجمعة. مساء الخير يا أطفال. مساء الخير يا مام. اليوم جيت نحكي لكم على حياة الشهيد سويداني بوجمعة. في 10 جانفي 1922 ولد الشهيد سويداني بوجمعة في ولاية كلمة. ينتمي إلى أسرة جد متواضعة. فقد والده وهو في الرابعة من عمره. زاول دراسته في مسقط رأسه وتحصل على الجزء الأول من شهادة البكالوريا، وقد أهله ذلك للعمل في مطبعة أحد المعمرين الفرنسيين حتى سنة 1942. لقد كان انضمام سويداني بوجمعة إلى جمعية الكشافة الإسلامية مبكراً، واحتكاكه بالأوروبيين بحكم المكان الذي يسكن فيه، وعمله كمطبعي دوراً كبيراً في تنمية وعيه السياسي وإذكاء الشعور الوطني لديه. وفي عام 1943 قادت مظاهرة عارمة في شوارع مدينة كلمة تنديداً بالإجراءات القمعية التي كانت تصدرها السلطات الفرنسية في حق الأهالي الجزائريين، التي كانت من نتائجها اعتقاله لأول مرة، حيث حكم عليه بالسجن مدة 3 أشهر نافذة. أشرف بنفسه على مختلف مراحل تحضير للثورة في المنطقة متيجة، وخطط لهجومات ليلة 1 نوفمبر، كما شارك في عملية الهجوم على ثكنة بوفاريك رفقة المناظر عمر أعمران وبعلام قانون ورابح عبد القادر. وكذلك خطط الشهيد للعديد من العمليات الفدائية شارك في كثير منها، واستمر في نشاطه العسكري والسياسي إلى أن استشهد رحمه الله يوم 16 أبريل 1956 بعد وقوعه في حاجز قرب مدينة القليعة. برافو إكرام، برافو إكرام. يا أطفال الحقنا درك الركن اللي أنا نحبوه بزاف، نحبوه كثيرا كثيرا، عباكم وش هو؟ هو الركن اللي تجو كامل لهنا بالواحد تحكوا لي نكتة. شكون اللي عنده نكتة؟ شكون؟ أروحي أنت يا؟ تعالي 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 تفضلي، يلا اقعدي. واش راكي لابسة؟ زي تقليدي. زي تقليدي من أي منطقة؟ زي قبائلي. زي تقليدي قبائلي، جميلة. أنا نحبه بزاف. إذن الزي التقليدي القبائلي هو من ثقافتنا وهويتنا الجزائرية. واسمك بنتي؟ كاتيا. كاتيا شحال في عمرك؟ 8 سنوات. من جيتي كاتيا؟ يسر. مدينة يسر بتيزي وزو. جيتي مع المدرسة؟ جيتو كاع رفقك هادو؟ نعم. واسمها المدرسة؟ يونس الشهيد يونس سعيد. وشاطرين كاع هكذا كيما نتوما هكذا كاع اللي قراو تما؟ نعم. إذن قول لهم تحية من عمو يزيد وقالكم وصلوا على هذا المنوال، ثم باينين شاطرين كامل. عندك نكتة تحكيها لنا؟ نعم. احكي لنا بنتي. واحد الراجل راح لفرنسا. ايه؟ لقات ثلاث طرقان. ايه. اليوم الاول راح للطريق الاول. إيه؟ لقى خطبه، قالوا الواحد تعمل هذه الخطبه، قالوا جو ني سي با ما على باليش. في اليوم الدوزيام راح للطريق الدوزيام، لقى عرس، قالوا الواحد الرومي تعمل هذا العرس، قالوا جو ني سي با. واليوم الثالث راح الطريق الثالث، لقى جنازة، قال له واحد الفرنسي تعمل هذه الجنازة، قال له جو ني سي با. بعد قال مسكين جو ني سي با، تخطب ومن بعد تزوج ومن بعد مات. برافو 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 برافو. اروحي انت يا بنتي، تعالي 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 تعالي. وعلى البلوكي هذا بريق. واسمك بنتي؟ اسماء. شحال في عمرك؟ 8 سنوات. جيتي كذلك من مدينة يسر؟ نعم. الله يبارك، مدينة جميلة. نعم. الله يبارك، سلمي عليهم كامل. لا هاي داكور. عندك نكتة؟ نعم. احكي لنا نكتة.
واحد نهار رحت في ولد تيمه وسمته اسيا. كي راح ليكل قالت المعلمه تاعو اين تقع؟ قالت اسيا، قالها تقع في بطن امي. اوكي 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 اوكي، تعالي تعالي بنتي اروحي. ها انت فوالا روحي. واسمك بنتي؟ ساره. وش راكي لابسه ساره؟ زي قسنطينه. زي تقليدي قسنطيني كما يقولوا، جبه فرقاني كما يقولوا. يا اخي برافو، شحال في عمرك؟ سبع سنوات. جيتي مدينه يسر كذلك؟ نعم. ها الله يبارك. اعطينا النكته تاعك بنتي. واحد طاحت له حبه حلوه، بعد قال لي ما راح يرفدها، بعد قالت له يمه ما ترفدهاش دار به الشيطان، وبعدتك زرقت يمه في الماء. وبعدتك طاحت، قالت له رفدني، من بعد قالها دار بك الشيطان. برافو. يلا 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 اروح انت يا، تعال تعال انت تعال. تعال تفضل تفضل تفضل. واسمك؟ سامي قاري. الله يبارك، شحال في عمرك؟ 10 سنوات. 10 سنوات، راك انيق، راك انيق، عندك بينس تاع الطياره، عندك الله يبارك الله يبارك. 10 سنوات والاناقه، من جد؟ من يسر، مدينه يسر. الله يبارك. دونك هادو يقراو معك، هادو في نفس المدرسه؟ نعم. الله يبارك. واش جبت معك؟ واش هو هذا؟ ها واش هو؟ قلنا مصحف. ها؟ مصحف. اللي من هذا المصحف؟ لك. اللي أنا يا؟ وري لي تشوف واش هو، وهذه واشن هذه؟ شكر وتقدير. أوه، هذه احكي من الميكرو، شكرا. هذه لازم نقراها لكم هذه. يسرنا نحن إدارة مدرسة يونس سعيد بمدينة يسر أن نتقدم بوافر الشكر وعظيم الامتنان والتقدير لطاقم حصة عمو يزيد لقاء الجهد الكبير والعمل المتميز الذي قام به، المساهمة في إخراجه بالصورة المشرفة التي نراها بها، وهي موضع تقدير الأطفال. شكرا شكرا. باسم كل طاقم الحصة نوجه لكم أنا الشكر تاعي، اللي راكم تشاهدونا وتتابعوا فينا وتشجعونا باش إن شاء الله يا ربي نكونوا أحسن صورة لطفل جزائري. وش الآخر؟ هذا مصحف، هذا مصحف القرآن الكريم. أحسن هدية نقدروا نقدموها لإنسان. الله يخليك الله يخليك الله يخليك. إذن لازم تقدم لي سلامي، نعطوه البوبي، نعطوهم البوبي يخبيهم في الدار ديالي، في الدار. إذن قدم لي سلامي الكامل كامل سكان مدينة يسر وكامل المدرسة تاعكم. كي عطيت لي الهدية هذه، واش حبيت تقول لي كذلك؟ وباسم أطفال مدينة يسر وباسم تلاميذ مدرسة يونس سعيد نهدي للحصتي الهدية المتواضعات. الله يخليك الله يخليك، شكرا. تصفيقة 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 تصفيقة، شكرا. تفضل الله يخليك. شكون اللي عنده ثاني نكتة؟ نكتة 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 نكتة. أروحي أنت يا بنتي، تعالي 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 تعالي. تفضلي بنتي. واسمك؟ عبير. عبير، شحال في عمرك عبير؟ ديزان. الله يبارك. أي سنة تقراي؟ خامسة. تاني جيتي من يسر؟ نعم. الله يبارك الله يبارك، تحياتنا لكل سكان مدينة يسر. تفضلي إذا نكتة تاعك. كان واحد نهار جحارح ليكول، قالت لهم شيخة رسموا لي شجرة فوقها زاوش، كنت صفق لازم كاع ترفعوا الأوراق. جحا كان ما يعرفش يرسم الزاوش، صفقت رسم برك الشجرة، صفقت المعلمة ورفع الورقة تاعو، قالت له علاه ما رسمت الزاوش؟ قالها كي صفقتي طار. برافو 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 برافو. يا أطفال تحبوا ألعاب الخفة؟ إذن نعيطوا كامل لعمو سليم اللي جانا من مدينة بجاية في ألعاب الخفة. عمو سليم تفضل تفضل. عمو سالم عمو سالم
شكرا شكرا يا أطفال، أطفالي الصغار، أحبائي الأعزاء، مساء الخير عليكم، مرحبا بكم إلى حصة مرحبا بكم إلى حصة مع شكرا. اليوم ما لي أطفال جبت لكم واحد المفاجأة. المفاجأة هذه تتمثل في أنكم رايحين تشاركوا معايا في اللعبة هذه اللي رايح نقدمها لكم بالكتاب هذا يا اللي راكم تشوفوه قدامكم. متفقين تشاركوا معايا؟ نعم. تشاركوا كيما راكم؟ نعم. شوف راح نوري لكم الكتاب هذا يا شوفوا الألوان تاع الأوراق اللي فيها قولوا لي واش من لون يا أطفال؟ شكرا. الأوراق بيضاء. الكتاب هذا يمشي على بالكم باش يمشي الكتاب هذا يمشي بالأفكار تاعكم. على بالكم كيفاش؟ رايحين تتخيلوا كاع كيما راكم ترفدوا أقلام رصاص خيالية هكذا ترفدوا كاع كيما راكم. شكرا فوالا. والآن رايحين ترسموا وتخيلوا الرسومات اللي تحبوها وترسموها في الكتاب هذا بالخيال برك ياك. تفقين؟ نحسب حتى ثلاثة وبدأوا الرسومات. كل واحد يتخيل واش يحب. واحد اثنين ثلاثة. أرسموا 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 ولا راكم شاطرين. الله يبارك. تعرفوا ترسموا يا أخي؟ تعرفوا ما تبدلونيش. أرسموا 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 أرسموا. خلصتوا؟ صحيتوا. أجمعوا الأقلام الخيالية. أجمعوا الأقلام أجمعوها خيالية برك. شوفوا مليح يا أطفال. نقول شو بيدو شو بيدو. يا أطفال شكون رسم العجوز هذا رافد باليزا؟ وشكون رسمه؟ تيا. ولا دوك نزيد واحد. شكون رسم الطفل هذا ياكل لاكريم؟ انا. تيا ثانيك وانتيا. وشكون رسم لو لابان؟ الله يبارك. ولو ماجيسيا؟ انا. راكم شاطرين. شوفوا مليح مادام راكم تعرفوا راكم تعرفوا ترسموا. والان تخيلوا اقلام ملونه خياليه خياليه برك. فوالا اقلام ملونه كاين اصفر احمر مختلفه الالوان. كل واحد يتخيل اللون اللي يحب ويبدا يلون الرسومات اللي رسمتوها. ارسموا لون 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 لون. خلصتوا؟ سي بو. اجمعوا الاقلام ملونه. فوالا زيدي شويه زيدي زيدي زيدي. خلاص شوفوا مليح. نقول شو بيدو شو بيدو. قولوا معايا شو بيدو شو بيدو. شو بيدو شو بيدو. شكرا. واحد اثنين ثلاثة. تصفيق على روحكم باسكو نتوما راكم ديروا هذا الشيء. والآن حبيت نقول لكم باللي الرسومات والألوان اللي كنتوا تشوفوها ما كان إلا خيال. كنتوا تتخيلوا باللي الكتاب هذا يرسم والكتاب هذا يتلون. في الحقيقة الأوراق بيضاء بقت بيضاء. صفيقة 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 على أم سليم. يا أطفال تحبوا الحكايات؟ نعم. يلا دركا نروحوا عمو يزيد يحكي لكم حكاية شيقة. يا أطفال الحكاية تاع اليوم تتكلم عن الكتكوت المغرور. على بالكم في الدنيا الغرور ماشي مليح. إذن الكتكوت كان يمشي في الغابة هكذا ويقول أنا حتى حاجة ما تخلعني ما نخاف حتى من واحد وكامل. ويمشي هكذا في الطريق. من بعد تلاقى مع هذا الكلب هكذا وقفلوا في الطريق الكتكوت هكذا. هذاك الكلب قال له بعد بالطريق. الكتكوت قال له أنا كاع ما تخوفنيش أنا ما نخافش منك أنايا. من بعد الكلب هذاك راح هكذا وخلاه. الكتكوت كمل طريقه فرحان هكذا انا ما نخاف حتى من واحد وكامل. ومن بعد في الطريق نتاعو صاب واحد الحمار هكذا. واحد الحمار ثاني وقفلوا في الطريق قالوا بعد من الطريق. الكتكوت قالوا انا ما بعدش من الطريق انا ما نخافش منك انايا. بعد هذاك الحمار بعد له من الطريق والكتكوت هذاك مشى. كتكوت صغير هكذا وحس بروحه وكامل. قالوا انا ما نخافش منك وكامل. كمل طريقه. ومن بعد يسيدي يمشي تلقى مع زرافة وقف لها في الطريق هكذا. قالت له بعد من الطريق.
قال لها لا لا ما بعدش من الطريق انت بعدي من الطريق انا ما نخافش منك انايا. بعد خلعت هذيك الزرافه قالت واش بها الكتكوت هذا. بعدت من الطريق وراحت الكتكوت يمشي هكذا في الطريق ومن بعد شاف هكذا شاف واحد النحله دخلت للعش نتاعها كما يقولوا الخليه نتاعها خليه النحل. كي دخلت هكذا راح يجري موراها زعما دخل موراها هكذا قلت له وراك رايح؟ قال انا ما نخافش انا ما نخافش. بعد كي دخل هكذا الخليه تاع النحل كامل النحل سعاته النحله هكذا كي قرصاته هكذا حس باللي وجعته وجعته جا هارب هكذا والنحل كامل يجري موراه النحل كامل يجري موراه هو ما خافش من الزرافه ما خافش من الحمار ما كانش من الكلب ولكن النحله صغيره هكذا قعدت تجري موراه وهو هارب. عمو يزيد عمو يزيد نستخلصوا من الحكايه ان صغار الحجم لا يعني الضعف. اذا يا اطفال بوبي جابنا حكمه مليحه انه الانسان ولا الحيوان ولا الشيء مهما يكون حجمه صغير هذا ما يعنيش انه ضعيف ومهما يكون حجمه كبير هذا لا يعني أن لا يعني انه قوي. ولكن كاين مثل شعبي تاعنا يقول العود اللي تحقره يعميك. اذا ما لازمش نحقروا الناس وما لازمناش الغرور لازم الانسان يعرف قدر نفسه ويعرف قدر الناس. يا اخي شكرا. يا اطفال الحقنا دركا للفقره اللي نحبها بزاف انا هي الجواب على اللغز. ما هو الشيء الذي يحترق ليقيد غيره؟ دقيقه دقيقه بلاقل 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 اروحي بنتي واش هو الكبريت؟ الكبريت لا لا مش الكبريت دقيقه بالواحد الحطب ماشي الحطب ماشي الحليب الشمعة. أرواحي بنتي تعالي تعالي برافو 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 كنتوا عارفين الشمعة أنتما. أرواحي منا أوكي دنيا أطفال عمو يزيد اللي يسيب الجواب على اللغز يعطيله هدية يعطيله هدية والهدية هذه تتمثل في سيدي مدرستي دونك ألبوم للأطفال إن شاء الله يفيدك وكذلك حصريا عندك قبعة مع عمو يزيد يو كاسكيت ان شاء الله تحميك من اشعه الشمس الضاره. داكور تفضلي بنتي بالتوفيق ان شاء الله. اوكي صفيقه صفيقه عليها الشاطره هذه. اذا الجواب على اللغز كان الشمعه. ما هو الشيء الذي يحترق ليقيد نفسه؟ دونك تحرق نفسها باش تشعل باش تضيء الاخرين. يا اخي هي الشمعه. يا اطفال لحقنا الركن دركا على بالكم في كل حصه نديروا عيد ميلاد طفلة ولا طفل. اليوم عندنا عيد ميلاد ياسمين. تعالي ياسمين أروحي ياسمين أروحي وش راكي ياسمين؟ لاباس. تخافي من بيروكي؟ هاي ما تخافيش. شحال درتي من سنة؟ 8 سنوات. 8 سنوات. إذا أنا راح نغني لياسمين عيد ميلاد سعيد. بوبي راح يدير لها هذا التاج هذا فوالا هاد لا كورون هادي فوالا وانا نغني لها عيد ميلادك سعيد وهما يروحوا يجيبوا لنا الكاتو ديالها وتجيو نتوما ثاني تغنوا معايا كامل. يلا نغنوا لياسمين. عيد ميلادك احلى عيد ربي كتب لك عمر جديد الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا نسهل امرح غني نفرح ونعيشوا احلى الاوقات نسهل امرح غني نفرح ونعيشوا احلى الاوقات. هذه
حلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل برافو برافو. اذا درك احنا نديروا العد التنازلي مع ياسمين. اذا كمل 8 7 6 5 4 3 2 1 يلا طفي 7 فوالا رجع لها التاج ديالها رجع لها التاج فوالا 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 برافو برافو. اذا ياسمين راح تقطع لنا الكاطو وانا ما بقى لي الا نقول لكم بقوا على خير وانتظرونا في الأسبوع المقبل في نفس التوقيت. باي باي. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد.